لو الحكاية فيها إن فيدو صعب عزيز طرب عزيز طرب عزيز رئيس الشعب ثروة الدجنة في تجارة القاهرة والشعب العامة رئيس الشعب الشعب العامة لثروة الدجنة تمام ورئيس شعبة القاهرة شعبة القاهرة طبعا. هو القضية بتاعت موضوع البط دي موضوع خطير جدا. يمكن أنا وجهة نظري الشخصية يمكن تختلف بعض الشيء عن وجهة النظر التي طرحت الآن، في ظل إن أنا كان في عندي تحضير، هم ضلهم نايمين أو الوزارة ضلتها نايمة لحد ما خلص آخر ترخيص للتحضير، ثم بعد ذلك طلعوا علينا بهذا القرار الغريب والعجيب. ده قرار أنا في وجهة نظري الشخصية ده قرار عجيب للغاية. ليه؟ لأن أنا ما عنديش إنتاج يقدر يكفي الإنتاج المحلي، وأنا صرحت قلت في حالة إن أنا يكون عندي إنتاج يفي الاستهلاك المحلي أنا لن أؤيد الاستورد من الخارج بأي شكل من الأشكال. ولكن أنا في ظل إن أنا عندي فجوة كبيرة جدا، فجوة غذائية، وأنا عندي النهاردة لما ببص على اللحوم الحمراء ألاقيني بقيت 40% واستورد 60%، فشوف الفجوة مقدارها قد إيه كبيرة جدا. وأجي يتم صدور قرار بهذه الغرابة فلابد أحط 100 علامة استفهام على هذا الكلام. أنا النهاردة لما أقول أنا بستورد 25 مليون من الخارج وده بيعمل لي طفرة في توفير فرص عمل، وفي ظل منادات الدولة المستمرة ورئيس الجمهورية بصفة مستمرة بينادي إن إحنا بنوفر فرص عمل، إن إحنا بنشجع المستثمرين، إن إحنا عاملين مؤتمر للاستثمار في شهر 3 عشان أجذب الاستثمار، وأفاجأ إن أنا بضحض الاستثمار وبحاول إن أنا بقدر الصعب ألغيه. ده خلل جسيم. ده أنا في الحالة دي كنت أنا بموت الاستثمار الوطني، فما بالك بالاستثمار هيجي لي من الخارج؟ هل هيكون في الناس اللي جايه من الخارج عندها رغبه ان هي تستثمر استثمارات، وبالاخص لان انا عندي 100 مليون واحد الاستثمار الخاص بالاكل. ده مهم قوي لان انا عندي سوق رهيب. فانا لما اقول ان انا داخليا انا بقضي على هذا الاستثمار استحاله حد يجي لي من الخارج. فانا بقول ان موضوع ان يطلع او يصدر قرار بهذه الغرابه لابد ان يتم مراجعته، وده مش خلل انهم يرجعوا في كلامهم. والكلام ده اللي احنا قلنا للمجموعه المتواجده على راس الهيئه العامه للمواد البطاريه وقطاع الانتاج الحيواني لابد ان يتم مراجعه هذا القرار فوريا. لان التزمت يعني منذ شهر بالضبط او شهر وشويه تم صدور قرار خاص بالتحصينات اللي مدة منين؟ ليه يا جماعه؟ عايزين نحقق احنا معاكم بنأيدكم، ولم يتخلف اي فرد من المربين او المستثمرين اللي هو من اسبوعين اللي خلوها بقت 60 يوم. لا انا اصلا موضوع 60 يوم ده لا ده في لبس، معلش مع احترامي للاستاذ مفتوح. موضوع ال 60 يوم ده هو قال لك ان انا النهارده انا هحط اكنك بتسلم، انا ما بسلمش، انا بحضر بحطن عشان ابيع للمزارع المختلفه. ده استحاله زي ما قال الاستاذ مفتوح ان انا اكفي جمهوريه مصر العربيه، استحاله اربي جمهوريه مصر العربيه، وبناء عليه انا بستورد من الخارج واحضر لمده 15 يوم بيعمل لي افراج مؤقت، ثم بعد افراج نهائي بعد العينات اللي احنا بتيجي من المعمل المركزي والتحصينات اللي بتتم بالاشراف التام للهيئه العامه للخدمات البطاريه. وبناء عليه انت ما عندكش حجه، ما فيش حجه نهائيه. ما هو وجه صدور قرار بمثل هذه السرعه؟ ايه السبب؟ لازم يقول لي في سبب ويناقشني في سبب، لان انا صاحب المنظومه، انا اللي بجيب، انا اللي بستورد، انا اللي بشتغل، انا اللي عندي العماله. ده المفروض هو يقول لي قبل ما يطلع قرار يا اخوانا يا بتوع البط تعالوا عايزين نقعد، احنا عندنا خلل. ايه الخلل؟ في واحد لا طب نطلع قرار غير كده، نشوف انت عاوزين نعمل ايه؟ عايزين ننظم ننظم، عايزين نعمل كنترول نعمل كنترول، لكن انت عملت الكنترول خلاص، انت خلاص من الموضوع ده، طلعت القرار اللي طلعته وبدات تحصل عمر يوم لحد 14 يوم تدي جرعتين انفلونزا، خلاص ما عندكش مشكله. هل انت تستطيع ان تسيطر كما تسيطر على البط اللي بيتم استيراده من الخارج على الانتاج المحلي؟ اشك، مليون في الميه اشك. والكلام ده اللي قلته في عده تصريحات، نحن سنسيطر على ما يتم استيراده من الخارج، اما المحلي فنصيب، لان انا عندي حاجات تحت بير السلم وعندي مش عارف ايه وعندي حضانات ما حدش يعرفها، احنا بنحاول قدر الاستطاعه نعمل الكلام ده كله، لكن انا مسيطر سيطره تامه على ما كل ما يتم استيراده من اي دوله من الخارج، من اي دوله من الخارج، سواء دواجن سواء لحوم سواء بط سواء اي، انا مسيطر عليه. ليه؟ لان مين اللي بيجيب؟ ابو الفتوح، مين استاذ مجدي، استاذ فلان، عارفهم بالاسم، وادي المزرعه اللي بنزل قبل كده، قبل ما بستورد بعمل معاينه على المزرعه واعرف الاماكن، فانا مسيطر تماما. فما هي الاسباب الحقيقيه وراء هذا الكلام ده؟ فده خلل جسيم، ده تفنيد للحجه بتاعتهم بتاعت مفيش حجه نهائيا. انا وجد مفيش حجه نهائيا لهذا الامر، وبناء عليه لابد ان يتم الرجوع الى ما كان عليه. اذا كنت بتقول لي ان انا عايز اعمل لي تحضير، ما انا كنت عندي مزارع تحضير، ما تقوليش ان انت اللي رفضت تعمل لي تحضير، يبقى الخلل عندك انت. لكن المزرعه عندي تستوفي الشروط، البعد الوقائي، الامن والامان الحيوي، كل الاشتراطات التي يجب ان تتم داخل المزرعه هي موجوده. فانت ليه خليتني تسمين؟ ما خليش تحضير، ما انت عارف ان انا بستورد، ما تقوليش الكلام ده كله. فهو الخلل
عند الهيئات او الجهات التي اصدرت القرار، وبناء عليه لابد ان يتم الرجوع فيه فورا لمصلحه الصناعه ومصلحه الوطن. وطبعا نحقق ما ينادي به الوزراء وكل الكلام ده كله، ريش جمهوري بينادي بالكلام ده كله. اذا كنت انت بتنفذ الكلام ده ما انت عايز تنفذ كلام ايه؟ فاحنا عندنا خلل، لابد ان نرجع مره اخرى الى ما سبق اللي هو اللي احنا شغالين عليه في الفتره دي. تدل الغرفه مع الوزاره. هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا لما بيكون في عندنا مشكله احنا بنستدعي المسؤولين. ويمكن كان قبل كده استدعينا للدكتور جمال زازا، كان عندنا مشكله في قطاع الانتاج الحيواني. يمكن انا اليومين اللي فاتوا دول انا بعمل تحركات مع الهيئه ومع قطاع الانتاج الحيواني عشان نقول ان الكلام ده خطر وفي ايه الاسباب. ما تقوليش لجنه علميه، سيبوا حكايه لجنه علميه والكلام ده كله كلام فاضي، لان اللجنه العلميه المتواجده حاليا هم مشغالين في شركات كبرى. فانت ما تجيش تجيب لي واحد له مصلحه في شركه كبرى وتيجي تقول لي ده انا لجنه علميه، يقول لي فند لي، يقول لي ان في سبب 1 2 3 4 وبناء عليه مش اجبار ليا اقتنع او ادخل الحجه بالحجه. صح؟ اما انك تقول لي لا ده هو كده مفيش حاجه اسمها، ده مش قران. في حاجه كمان، لو هم عايزين يقضوا على انفلونزا الطيور يتوسعوا في الاستيراد. ليه يتوسعوا في الاستيراد؟ عشان الاستيراد هو تحت السيطره، ما واخد بالك؟ يعني عكس اللي هم بيعملوه تماما، فكره الحاجه مسيطر عليها من خلال الحجر او وبالتالي هتقدر تحكم العمليه شويه، تحكم العمليه مش تقفل الاستيراد يعني هم ماشيين عكس طيار عكس الساعه يعني. انا بتكلم على البط بس، خلي بالك. انا ما عنديش، لان انا عندي بالنسبه للدواجن انا بنتج حوالي 1.3 مليار، فانا عندي كتكوت في كام حتى حتى اللي انا بستخدمه او اللي انا بنتجه النهارده 650 مليون ودخل الكثير نص الكميه اللي انا بنتجها، وبناء عليه تلاقي كتكوت بره ب 50 قرش ومره ب 7-8 جنيه ودخل في المنظومه نفسها. وزاره الزراعه لما بتيجي تصدر قرارها ما بترجعش للغرفه، يعني ما بتقولهاش احنا هنعمل كذا، يعني القرار هياثر على حركه سوق بالكامل. للاسف لا يتم، وده ده خلل في البلد بصفه عامه مش في وزاره الزراعه. طب قانونا يلزمها في القوانين يا فندم، في كل القوانين، حتى في القوانين لا يلزم. لا، هو من المفترض، من المفترض اي صدور اي قانون او تشريع يبد ان يتم المجتمع المدني، واحنا مجتمع مدني بنمثل كل العاملين في كل الصناعات. انا لما بقول غرفه تجاريه يعني بتمثل كل الشعب العامله في الشارع، من البقال للجزار بتاع الخضار للفاكهه للبقوليات للحوم للدواجن لكل الشعب المتواجده في السوق المصري. الغرف التجاريه تمثل، وبناء عليه هم المنوطين الاوائل ان يتم مناقشه اي قرار او تشريع، ولان هم اصحاب الشغلانه، اهل مكه ادرى بشعبها، هم شغلهم هو الاول اللي لامس يقدر يقول ان الموضوع ده غلط، الموضوع ده صح، ومفروض ده كده لا يحدث في كل شيء. حتى كل القانون التشريعي اللي تصدر فجاه يقول لك ان احنا صدرنا خد اتفضل اقراه، مين اللي قال الكلام ده كله؟ المفروض ترجع للاول قبل ما يصدر القرار او التشريع عشان بقى الله يخليك. ده غير موجود، وده خلل جسيم بصفه عامه في التشريعات المتواجده وايضا مع متخذ القرار. وده مش عيب ان انا اقول الكلام ده كله، لان المفروض انا اولى الناس ان انا اناقش بشكلي واضع الحلول اللازمه لحل تلك المشكله. تمام يا باشمهندس صابر، يعني خلينا ناخد راي حضرتك في فكره التاثير على الاسعار. يعني احنا قلنا هنا ان منع استيراد البط هياثر بشكل على اللحوم والدواجن، عايز اعرف بس يعني بتفصيل ازاي ممكن ياثر على الدواجن، ارتفاع اسعار الدواجن، ارتفاع اسعار اللحوم، ارتفاع اسعار البروتينات اللي في الشارع كله. والله انا يعني مش متواصل معاهم هنا، انا نازل فرنسا. فرنسا انا عايش هناك من حوالي 35 سنه في فرنسا. تمام. وانا بصدر جزء، يعني الاستاذ ابو الفتوح انا استاذ مجدي، الاستاذ ابو الفتوح بياخد من شركه وانا بصدر لشركات تاني، ناس تاني غير الاستاذ ابو الفتوح. حضرتك مثلا بتصدر من فرنسا؟ بصدر من فرنسا وعندي مزرعه هنا، استثماراته كلها جابها من فرنسا نقلها حولتها هنا، هو ومحمد ديش عربي. يعني محول هناك من 25 سنه و7 من 35 سنه، احول يعني كل فلوسي من فرنسا عشان استثمرها، ويعني انتظرنا استثمار هنا عشان نعيش هنا في بلدنا عشان يقوم البلد في ظل الظروف وبعد الثوره وبعد كل ده. يعني مين هيشتغل غيرنا احنا اولاد البلد؟ يعني انا بنزل حوالي 3 مليون يورو، يبقى مين اللي هيشتغل؟ 4 مليون يورو هيجيبوا مين يشتغل؟ وحاجز مصر للطيران، انا حاجز مصر للطيران لمده شهر لورا، بدفع مقدم عشان احجز مصر للطيران الوقت دي، ادفع عليها مثلا غرامات عشان انا هلغي في يوم وليله كده. اتصلت بالقنصليه الفرنسيه في نص ساعه، بعت لهم ايميل اولت امبارح يوم الاربع، القنصليه الفرنسيه اتصلت بينا والمنحة في التجاره الفرنسي اتصل بينا في 30
يعني في نص ساعة اتصل بينا وادانا معاد بعديها بساعة رحنا له واتصل بالوزارة. امبارح انا رحت الوزارة واخدت معايا دكتور فرنسي من فرنسا وجبته قعدنا بتاع 3 ساعات عشان واحد مسؤول يكلمنا او يحترمنا. كانوا قاعدين على الكراسي وما استفدناش وطلعنا يعني ما حدش يرد علينا. مش كده لما بيصدر قرار عيب بيصدر بدون النظر في اي شيء يخص المستثمر تماما. يعني احنا بنشتغل في سلعه لازم تعد ليها. يعني انت عشان تنتج بطل انت بتقعد مع الشركه بره وبتتفق معاها ان انت تاخد انتاجها لمده سنه قدام عشان يبتدي يجيب امهات واللي هي البرينستوب ويبتدي ينتج. الباشا دي حاجه اسمها صناعه التوابل. صناعه يعني الام دي عشان تنتج بيضه والبيضه دي تدخل المعمل وتتفرغ وتطلع كتكوت بسبع شهور 8 شهور يعني مش تجاره صناعه. فانا بتفق يعني معاه وبقول صناعه كامله بضعود بشروط جزائيه ضخمه جدا. هو ملوش دعوه هناك ان الوزاره خدت قرار. هو بيتفق معايا انت هتاخد السنه اللي جايه كل الانتاج بتاعي بيمضي معايا عقد ويحط شرط جزائي لانه دي هو عمل المشروع ده او عمل الشغل ده كهاتش او الكميات دي زودها او نقصها عشان انا هاخدها. لما اجي النهارده فجاه اقول له لا انا مش عايز عشان الوزاره اخذت قرار انا هدفع شرط جزائي وهو ملوش دعوه. ودي الكارثه. بالنسبه لقصه الاسعار هي حصلت في بعد القرار ب 24 ساعه. يعني انت مدخن استاذ مجدي بس اقول لحضرتك بالنسبه للاسعار انا النهارده عندي اكتفاء ذاتي المفروض يكون انا بنتج مثلا في السنه 10 مليون طن تمام. انا فجاه طلع من السوق مثلا 100 مليون طن فعمل دروب. الدروب ده بيعمل ايه؟ يخلي في شحيه في السوق. اليات العرض والطلب انا مش موجود المنتج فبترفع الاسعار ببساطه شديده جدا. انا المفروض انا بوفر البط ده لحوم حمراء بتضاف الى السوق المحلي بكميه قد كده. انا استهلاكي 1 2 3 لما بتحصل شحيه في السوق بترتفع. هو نفس القصد. انا شلت القطاع ده كله من السوق حصل دروب في السوق. الدروب ده بيمثل قد ايه؟ مثلا 50% 30% 20% وات ايفر اي مكان زي ما تقول. بتقسم ال 20 دي على ده تبص تلاقي ان الاسعار ارتفعت. هو ده المشكله الاساسيه المتواجده. ولم يقم اي فرد من الافراد المنوطين باتخاذ قرار باي دراسه. ما عملش دراسه، ما قالش ايه العواقب اللي هتصدر من خلال ان انا اخد قرار زي ده. ما خدش، ما بصش عماله عندي مش عارف كذا، عندي الغرامات اللي بيتكلموا عليها، المزارع اللي انا ماجرها موجوده عندي، كل ده انا باجر بس مش باليوم، بالاضافه ان انا العقد لمده سنه وفي زي ما قال غرامات عليا وفي شروط جزائيه، بالاضافه ان مصر التراب بتاخد، بالاضافه اللي عماله تطلع بره، يعني النهارده بننادي ان احنا نفتح فرص عمل وفجاه انا بطلع لبطاله نص مليون واحد، هو انا ناقص بطاله؟ اعمل امراض اجتماعيه في المجتمع واعمل واعمل واعمل، دي مشاكل. لم يتم دراسه هذا الامر من الذي قام باتخاذ القرار دراسه متأنيه، وبناء عليه هو عليه ان يرجع مره اخرى الى ما كان عليه سابقا، لازم يرجع، مش بمزاجه، او احنا يعني عنف او لا، احنا كلنا منظومه متكامله، احنا جزء من المنظومه، جزء من المنظومه لا يطلع هيبوظ المنظومه، احنا كلنا حلقات متكامله، اي حلقه بتقع بتبوظ الحلقات كلها. تسلسل العمل ده مع اذن الدكتور عبد العزيز، فيه ام بتبيض بيدخل الهاتش بيطلع كتكوت، الكتكوت ده بيتحضن يعني فتره تحضين 15 يوم وبعد كده فتره تربيه وتسميد. ده التسلسل الطبيعي. هم عايزين يلغوا بقى فتره التحضين من المنظومه كلها. هو ينفع يعني حد كده يتولد يبقى شاب مره واحده ولا في مرحله طفوله ومرحله رضاعه ومرحله كذا ومرحله كذا؟ يعني عايزين الناس دي عايزه مش عارف. انا هو الهدف الاساسي تقليص الكميات، وتقليص الكميات ده هيعمل فجوه بروتينيه عاليه هيأثر في الكتكوت والدواجن وهيأثر في كتكوت البط لمصلحه من هذا. ده اللي علامه الاستفهام. هل بقى في شركات بعينها هم عاملين كده عشانها؟ اكيد طبعا. لا لا ما نقدرش. لا ما احنا مش بنساهم حد. بس هو المستفيد مباشر من القرار، المستفيد مباشر من القرار بتوع الدواجن الاسعار ارتفعت والمنتج المحلي للبط بس بدون شركه. باشمهندس محمد، رغم عدم توفيرهم يعني حضرتك ما كنت مع الباشمهندس صبري، فكره الاحتكاك بالجانب الاخر اللي هو الجانب الفرنسي كيف اثر القرار ده؟ يعني انا دوله كنت بستورد منك مثلا 125 مليون بطه، جيت قلت لك لا. فرنسا زعلوا ورفضوا الوزير يسافر. رد فعلهم ايه او تصورهم ايه عن الموضوع ده؟ انا زي ما حضرتك احنا اول ما اتصلنا بيهم هم شكرونا اولا ان احنا مهتمين بالموضوع، لان الموضوع خصنا احنا قبل ما يخصهم هم، لان احنا بالنسبه لنا ده خراب بيوت وافلاس فوري. لكن هم اعتبروا الموضوع مساله
تجارية بحتة. انت عندك تجارة وانا عندي تجارة. حتى معنا يعني المحل التجاري نفسه اتصل وانتوا عايزين تقابلوني امتى؟ انا في اسرع وقت جاهز لكم. لما رحنا قابلناهم في نفس اليوم عايز اقول لك يعني الراجل كان مبسوط جدا بمقابلتنا مع ان احنا اللي كنا فرحين احنا فيه ده مسؤولين بيهتموا بيه. بيهتموا مش زي مصر هنا مساوي. هنا تروح عشان تقابل مسؤول طب بكره طب خد معاه طب قدم مذكره الكلام ده كله. اما قعدنا معاهم وشرحنا لهم الموضوع قال لي ده فعلا ده كارثه بالنسبه لمصر وبالنسبه لفرنسا. ما كانوش لسه عارفين غير منكم؟ ما كانش كان يعرف يعني 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 مصر ما اختارتش مثلا؟ لا 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 ما فيش اختاريه منكم انتوا اللي طلبنا نقابله تاني يوم على طول بعد الزور القرار. وبعد كده وزاره الزراعه في فرنسا بعتت امبارح خطاب للقنصليه الفرنسويه عشان يكلم وزير الزراعه اللي مسافر فرنسا ومنعوا ان هم ممكن يعني ما يستقبلوش يعني يقابلوه يعني. فتخيل حضرتك هم اهتموا بالموضوع وفعلا اتصلوا في نفس اليوم بالمعامل في فرنسا وكان في مفروض معاد اللي سمعناه يعني منهم برضه اللي كان وزير المصري المفروض مسافر في رحله لزياره معرض الزراعه الاسبوع ده بس السفريه اتلغت وكانوا محضرين ان في مقابله معاه هناك عشان يبقى في يتكلموا في الموضوع. المهم احنا بنتكلم على الجانب الفرنسي. طب احنا فين الجانب المصري؟ احنا ما فيش اي جانب مصري للاسف. احنا متخذين القرار. انتوا اللي قاعد معاكم يوم ما اتكلمتوا مسؤولين فرنسيين هم رحتوا زي باشمهندس الصابر ما رحتوا لوزاره الزراعه ما فيش. ولا قعدنا ادانا معاد 7:30 حد وسيط انا هنوصلكم للسكرتير بتاع الوزير وكان معايا واحد فرنساوي جايبه انا على حساب الشركات دي كلها وزير الزراعه؟ لا واحد بيطري من الهيئه البيطريه في فرنسا وشغال في البط. بعتنا جبناه على حسابنا نزل في مصر الطيران دكتور من الهيئه العامه العلمي يعني عشان لو هو شغال خبير شغل البط في البيطري في فرنسا ونزل معانا الزراعه ادونا ميعاد 7:30 وسيط عشان يوصلنا للسكرتير بتاع الوزير. الوزير ما كانش موجود او يوصلنا للدكتور زازا اللي هو مسؤول الهيئه او الدكتور اسامه. هو ان انت تقابل حد مسؤول هنا حاجه ضخمه جدا. قعدنا من الساعه 7 بقول الدكتور في تفاصيل يعني انت اكيد عارف يعني من الساعه 7 الصبح يعني انا صحيت 6 عشان نلم معاه. رحنا 7 وصلنا 7 الا ربع. طب انتوا بتعملوا ايه هنا مستنيين فلان فلان؟ والفرنساوي يعني مش عارف يعمل ايه. قعدنا لغايه الساعه 8:30 وكل واحد ادانا كلمتين لا يا جماعه شوفوا هيئه علميه تشوف لكم الموضوع ده وده يرمي على ده وده يرمي على ده وانا الاستثمارات يعني اللي فين وفين فرنسا وفين المساعدات الفرنسيه. لا 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 بصراحه عارف انت المشكله انا لما بقول لك انت بتعمل اتفاق مع فرنسا او مع معمل في فرنسا انت بتتفق لمده سنه صحيح. فانت متخيل البطل اللي هو هينتجه ده هيعمل ايه؟ هيعدمه يعني مجد يعني هو هيخسر فلوس ضخمه جدا بغض النظر ان انا هدفع شرط جزائي. هو بيعمل الشغل ده المعمل عامله ليه؟ فتخيل انت لما توقف النهارده والازمه دي هتتوالى بقى يعني بمعنى كده فقد الثقه فينا كمستثمرين مصريين. نيجي نقول له زود تاني كميات اعمل كذا مش هيقدر يعني شوف شوف بيعملوا ازمه على طويله المدى واحنا بنتبادل بيننا وبين فرنسا احنا كنا بناخد احنا منهم بط هم بياخدوا مننا فاكهه وبياخدوا مننا خضار. ده هيحصل هيعمل ظروف الطياره بتودي خضار وترجع ببط يعني احنا دافعين لمصر الطيران على حساباتنا اكتر من 100 مليون جنيه 100 مليون جنيه سنويا. مصر الطيران مستفيدها من لا شيء لان بتطلع بطياره ركاب بتطلع بطياره الركاب وترجع بطياره ركاب ده بيتحط تحت زي الشنط زي الشنط الله ينور عليك واخد بال حضرتك يعني راجعه يعني هي كده فدي قيمه مضافه برضه لمصر مش ده هي مؤسسه خاصه مش مؤسسه وطنيه بس حضرتك صابر يعني انت رجعت من فرنسا عشان تستورد هنا حصل الموضوع ده يعني حاسس ان انا ماضي مع مجدي ماضي معاه عقد السنه اللي فاتت واخد مني ب1.5 مليون ده واحد عميل وفي غير 6 تاني عملاء يعني لا انا كنت عاوز اوصل يعني فكره ان لسه الموضوع بيدار بقرار من غير الرجوع لاي حد ده ممكن ياثر ازاي على الاستثمار عموما. انا هم كانوا امبارح هل هذا جذب الاستثمار يعني حضرتك اقول لك مثال شخصي امبارح انا والراجل الفرنساوي اللي معايا احنا مش مؤلفين على ده انا عايش في فرنسا وانا اولادي دخلنا معاهم ما حدش يعني اللي راحل له بيكلمنا كده يعني بصراحه عاليه يعني رحت واخده واخد الفرنساوي قال لي تعالى طلعنا بره طلعنا بره.